ساعتين كنا مع حضراتكم، كان معانا مجموعة كبيرة من الفقرات. بنأكد مرة تانية ان الاسبوع ده هيبقى فيه سيول وعلى وامطار. فكره انا سمعت اشاعات بتقول ان على فكره القاهره هيبقى عليها بعض الامطار والسيول والله برضه. بيان الارصاد طلع النهارده الصبح قال ان السيول هتبقى في الجنوب، الاقصر واسوان، في البحر الاحمر، وفي شمال سيناء، في شمال سيناء. وهتبقى الامطار يعني هتقل، يعني هتبقى الكثافه الاكبر في الاقصر واسوان هتقل لغايه سوهاج، اخرها سوهاج. واتجاه الرياح مش هيزقها ناحيه القاهره. لا بس القاهره هتتاثر بموجه من البروده شويه اكيد، بس يعني الجو يلطف شويه. الكلام ده بكره يا جماعه، احنا بنقول من دلوقتي، يعني اللي هيخفف بكره يبقى واخد باله. وادينا برضو ايه يعني بنؤكد ان ما يغركوش الحر والرطوبه، ان بكره ممكن تبقى درجات الحراره في او زي ما انا ومصطفى قلنا في اول الحلقه، انه يا جماعه احنا خلاص دولبنا ما بقتش صيفي وشتوي، احنا بقينا مدخلين كله على بعضه لان الجو بقى متغير ومتقلب. وطبعا احنا عارفين ان ده موسم المدارس، وعايزين ان احنا نخلي بالنا من ولادنا ومن صحتهم، وبرده بالنسبه برده للحر والبرد. بنشكركم جدا انا ومصطفى، نتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات اللي احنا قدمناها لكم النهارده، ونشوفكم بكره وفريق عمل جديد.